شكرا لك على مشاهدة هذا الفيديو. هذا ثلج صلب مقاس 29 مليمترا تم انتاجه بواسطة آلة ثلاثة اشتراها احد العملاء لعمله في صناعة الثلج. الى جانب آلة الثلج اشترى ايضا آلة معالجة مياه بالتناضح العكسي 1T اتش، خزان مياه معالجة بسعة 1T، آلة تعبئة ثلج مع حاوية ثلج سعة 500 كيلو جراما، آلة غلق أكياس الثلج. ماكينة صنع الثلج مع ضاغط بيتزر لنظام R404E ومدخر وإطارات من الفولاذ المقاوم للصدأ. دعونا نلقي نظرة على حالة الماكينة والثلج. يبدو الثلج الذي تنتجه آلة صنع الثلج هذه شفافاً للغاية ومناسباً جداً لأعمال أكياس الثلج للاستهلاك البشري. يمكن توفير أكياس الثلج لصناعة صيد الأسماك وغيرها من المجالات. إذا كنت بحاجة إلى آلة صنع الثلج الأنبوبي للأعمال التجارية، فمرحباً بك في الاتصال بنا للحصول على مقترحات. يسعدنا أن نسمع منك.